بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم الله صل الله على محمد محمد واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصابر صدق الله العلي العظيم هل الاصل عند الشرع وفي الاسلام اصاله الفاعل ام اصاله العين الماديون يرون ان الاصل اصاله العين بمعنى ان الفعل هو المهم المحور هو العمل شخص دخل الى امريكا واكتشف امريكا هذا يقدسونه بعنوان مكتشف امريكا شخص عظيم مع انه قتل الالاف عشرات الالاف من الهنود الحمر قالوا ان هذا العمل اكتشاف هذا البلد هذا امر مهم فيدخل في تاريخ الغرب هذا الرجل كرجل مكتشف له هذا الاكتشاف العظيم. الماديون يرون ان الملاك الماده العمل الذي يصدر عن الانسان. كل الامور تحوم حول فعل الانسان. فاذا واحد اكتشف اسلحه الدمار الشامل بما ان هذه الاسلحه امر عظيم اكتشاف كبير وان كانت هذه الاسلحه تسوق البشريه الى الهاويه هذا يقدس ينقل في احوال اينشتاين انه كان مغموما جدا لاكتشافه الذره القضيه الذريه في اخر حياته قال كل حياتي وكل الاكتشافات التي صدرت مني على كفه وقضيه القنبلة الذرية على كفة أخرى فكان مهموما من ذلك كما نقل ولكن هذا الرجل يقدس حتى في هذا المجال طبعا هذا المجال يمكن أن يستفاد منه الاستفادة الصحيحة أو الاستفادة الباطلة البعض يرون أن الأصل هو الفاعل أصالة الفاعل وأصالة العمل الباطنيون مثلا هؤلاء يرون انه على الانسان ان يكون مؤمنا ان يكون حسنا فاعليا فليفعل ما يشاء من المحرمات يدخل في كل انواع الفواحش والسيئات لا باس بذلك اذا كان حسنا فاعليا يمكن كثير من القساوسه يشوقون هذا الامر ان يعني يقول افعل ما شئت ولكن تعال الينا وأقر بذنوبك وانتهت المشكلة. المهم أن تكون حسنا فاعلية، أما الأفعال التي تصدر منك فلتكن أفعالا سيئة. هذا أيضا رأي الباطنيين، رأي الكثير من القساوسة. الملاك حسن الباطن وانتهى، أما المظاهر فلتكن أيا كانت، الأعمال لا تهم. كانت حسنة كانت سيئة إلا أن الشارع المقدس نراه مثلا في القرآن الكريم قد يشير إلى الحسن الفعلي قد يشير إلى الحسن الفاعلي في بعض الآيات وقد يشير إلى لزوم اقتران الحسن الفعلي بالحسن الفاعلي الآية المباركة تقول: بالنسبة للحسن الفعلي، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا، المهم العمل يكون حسن في هذه الآية، للذين أحسنوا الحسنى بل وزيادة، مو بمقدار العمل وإنما اللي يحسن نعطيه زيادة على إحسانه. الاجر مو بقدر العمل وانما اكثر من العمل هذه الايه المباركه تقول ان الملاك هو الحسن الفعلي ولكن هل هذه الايه تقيد ان الحسن انما هو الحسن الفعلي كلا للذين احسنوا الحسن وزياده البعض من العلماء استفاد من هذه الايه انه كل عمل حسن يجزى صاحبه بالاطلاق سواء كان قصده حسن او لم يكن قصده حسنا، كل عمل حسن صدر يجزى فعله واستشهد بهذه الآية المباركة، لكن الأمور على قسمين، بعض الأمور قصدية، بعض الأمور غير قصدية، الأمور القصدية كيف؟ الاحترام دخل شخص مهم، مهاب إلى غرفة فواحد يقوم لأجله إجلالاً واحتراماً. القيام هذا الاحترام إذا كان في قصد الاحترام فهو يطلق عليه عنوان الاحترام. إذا كان بقصد الاحترام، قام بقصد الاحترام فهذا احترمه، أما إذا قام لأجل ألم في رجله، وهذا القيام صادف دخول ذلك الرجل. هل هذا احترامه احترام له كلا إن الاحترام أمر وعنوان قصدي بعض الأحيان بعض الأمور مو قصدية قتل الخطأ مثلا إذا واحد قتل شخص خطأ لم يقصد قتله مع ذلك يترتب عليه الدية إذا من غير قصد ضرب شخصا يعتذر منه إهانة صدرت منه تجاهه بدون قصد الإهانة هنا العقل يقول اعتذر منه وإن لم تقصد أذيته قد لا يكون هذا الأمر أمرا قصديا الشارع المقدس يشير في كثير من الأماكن إلى لزوم القصد الواجبات العبادية قوامها القصد يعني واحد يريد يصلي بدون قصد القرب صلاته باطلة يريد يصوم بدون قصد القربة الصوم باطل اما الامور التوصليه يعني عندنا بعض الامور مو عباديات طهاره ثوب الانسان للصلاه الانسان تاره يغسل ثوبه بقصد الغسل زين تاره اخرى ثوبه ملقى في في ساحه بيته نزل المطر طهر الثوب ام لا؟ طهر الثوب لم يقصد ذلك ريح هبت القت بثوبه في الحوض طهرت الثوب، طهر الثوب. هذا مو امر قصدي، ترتب الثواب على هذا الامر التوصلي يوجب ترتب الثواب على هذا الامر التوصلي انما هو بالقصد، يعني اذا قصد الغسل لله فهنا يعطى له الثواب. طبعا بعض الامور حتى بدون قصد، يعني بعض بعض الامور التوصليه بلا قصد ايضا يثاب صاحبه. كما في الزواج، كما في خدمة الاهل كما في بعض الروايات انه ما دام الرجل عند اهله ولم يعمل الحرام فالله يثيبه على ذلك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه واله الشاهد انه الله عز وجل يقول للذين احسنوا يعني عملوا الحسن الحسنى وزياده زيادة احنا نقول جيد الله يحسن المحسن وان لم يقصد الخير وان لم يكن من قصده الخير ولكن إحسان الله قد يكون في الدنيا مو إلا أن الله يجزي المحسن في الآخرة إذا رجل محسن خدم البشرية مكتشف الكهرباء مثلا هاي خدمة للبشرية هذا أحسن وليس مؤمنا ولم يكن قد لم يكن من نيته الإحسان وإنما أراد المال أخذ المال أو الشهرة الله عز وجل يجزيه ولكن في الدنيا مو في الآخرة كيف يجزيه في الدنيا؟ تكون له الشهره الواسعه بين الناس. من ما يعرف مكتشف الكهرباء؟ الكل في المدارس يدرسونه يذكرونه، هذه الشهره. الذكر الحسن للانسان بعد مماته ما هذا احسان وجزاء لاحسانه. اما مو انه في الاخره يستحق على الله شيئا كما ورد في قضيه النبي موسى على نبينا واله عليه السلام انه مر من قريه فراى عابدا وراى ملكا ظالما بعد فتره رجع الى تلك القريه فراى العابد في خربه وقد مضى على موته فتره تعفن بدنه خرجت الرائحه النتنه منه وراى الملك الظالم يشيع احسن تشييع فخاطب الله عز وجل هذا الظالم هكذا يحترم وذاك العابد هكذا يهان ثلاثة أيام في الخربة ملقى أحد ما دفنه فأوحى إليه الله عز وجل كما في بعض الروايات أنه ذاك العالم عمل لأجلي عملا حسنا أنا هنا جزيته في الدنيا يوم الآخرة في القيامة لا يقول يا رب أنا متفضل عليك بهذا العمل صفينا عملك عملت لي عملا حسنا الجزاء أنه في وقت وفاتك والتشييع والجنازه تكون محترما. وذاك العابد كل اعماله حسنه الا عمل سيء كان عنده صفيناه في الدنيا انتهت، الان ياتي الي في يوم القيامه وهو على احسن حال، بلا ذنب ولا معصيه. فاذا للذين احسنوا الحسنى، كلام جميل. الحسنى هنا ام هناك؟ ان لم يكن مقترنا عمله بحسن فاعل فالحسنى تكون في الدنيا. في بعض الآيات المباركات ان الملاك هو حسن العامل، المؤمنون والمؤمنات هكذا الملاك مؤمن ويعمل الحسنى فمو اطلاق كما استفاده بعض العلماء. بعض الآيات تشير إلى الحسن الفاعلي. الملاك هو الفاعل، الملاك والفاعل يقول تعالى في هذه الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات، الإيمان أمر في القلب. الله يعد هؤلاء. مو الملاك الفعل أتى شخص إلى رسول الله صلى الله عليه وقد غارت عينه شحب لونه هزل بدنه أتى إلى رسول الله مبين هذا فترة ما نايم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بك قال أنا وصلت إلى درجة اليقين الى هذه الدرجه. رسول الله قال لكل شيء صلى الله عليه واله، لكل شيء حقيقه، ما حقيقه يقينك؟ اجاب رسول الله قال انا اصبحت ولا اهتم بالدنيا، اصبحت وكاني اسمع اصوات اهل النار، ارى اهل الجنه في نعيمهم، واهل النار معذبون، اصبحت وكاني ارى الميزان قد وضع. ميزان الله في يوم القيامة والحساب قد نشر فقال له رسول الله صلى الله عليه واله هذا عبد نوّر الله قلبه للإيمان بالفعل أنت مؤمن أنت اللي وصلت إلى هذه الدرجة اللي لا تهتم للدنيا إلا قوت اليوم احنا ما عندنا رهبانية في الإسلام واحد يترك الدنيا ويترك كل شيء لا هذا منهي عنه في الإسلام المهم أن لا يتعلق قلبه بالدنيا إذا صار أمر أن يترك دينه أو دنياه هنا هذا موقع الامتحان يترك الدنيا إلى هذه المرحلة وصل العبد مو ذاك الرجل الدرويش اللي أشكل على رجل تاجر قال أنت متعلق بالدنيا وأنا قد تركت الدنيا هذا التاجر كان عنده أملاك في الحمام التقى التاجر بذلك الدرويش اللي كان في سفر فهذا التاجر قال زين خلينا نطلع معا نسافر الدرويش قال زين أنا عامل السفر فخرج من الحمام ولبس هذا التاجر ثوبه وخرج إلى السفر بعد ساعة ساعة يعني لما ابتعدوا من القرية أو من المدينة اللي كانوا فيها وإذا بهذا الدرويش يقول يا صاحبي يا صديقي خل نرجع للحمام أنا تركت السبحة اللي أذكر بها الله عز وجل في الحمام التاجر قال خلاص انتهت الصداقة بيننا انت ما تركت سبحة انت ما تملك من الدنيا إلا السبحة والثياب اللي على لابسها فاهتممت لأمر السبحة تريد ترجع وأنا تركت أملاكي وزوجتي وأهلي وكل شيء قلت خل نخرج معاً فإذا من الذي متعلق بالدنيا؟ مو انه صاحب المال متعلق بالدنيا، لا في موقع الامتحان يصرف امواله، يعطي الحق الشرعي، يعطي حقوق الناس، يساعد الايتام والفقراء، هذا مو متعلق بالدنيا. لا وانما هذا الدنيا انما جعلها مزرعه لاخرته. فهذا حقيقه الايمان، حقيقه اليقين. مجموعة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له من أنتم؟ قالوا مؤمنون قال ما علامة إيمانكم؟ تدعون أنكم مؤمنون ما علامة إيمانكم؟ قالوا نشكر الله وقت الراحة غالبا واحد عنده مشكلة يذهب إلى الله إلى المعصومين يتوسل يلتجئ يصلي صلاة الحاجة بس لما المرتاح لا يقال في روايه انه اذا واحد اذكرني في الرخاء اذكرك في الشده، لماذا في الروايه؟ انه هذا الرجل يدعو الله يرتفع الصوت، اذا صوت مانوس للملائكه يفتحون ابواب السماء، هذا تشبيه طبعا فيصل الصوت وتقضى حاجته، اما اذا هذا الصوت مو مالوف إحنا أول مرة نسمعه هذا صار لثلاثين سنة أربعين سنة ما طرق باب الله إلا وقت المصيبة وهذا الصوت مو معروف لا تفتح الباب أمامه أتوا مجموعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا قال لهم كيف أنتم قالوا مؤمنون سألهم كيف؟ شنو الدليل على ايمانكم؟ قالوا نرضى بما رضي الله لنا ونصبر على البلاء. قال بالفعل انتم مؤمنون، انتم اذا انتم هكذا قال رسول الله. يعني انتم من المؤمنين اللي تذكرون اذا تصدقون طبعا. اذا تصدقون ما تعمرون بيوتكم يعني تعلقا بالدنيا. ما تجمعون لغيركم، يعني ايضا تعلقا بالدنيا، فكركم في الاخره، وتاخذون الدنيا قنطره الى الاخره. في هذه القضايا، الروايات انه الاصل الحسن الفاعل. الفاعل يكون حسن، مؤمن، يعتقد بالله، يعتقد بالاخره، او في روايه اخرى رسول الله صلى الله عليه وآله كان خارج مع مجموعة من أصحابه في سفر فقال لأصحابه سيأتي علينا من لم يكن للشيطان عليه سبيل لثلاثة أيام ثلاثة أيام الشيطان ما مقترب هذا اللي راح يدخل علينا وطبعا كانوا في سفر فأتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله رسول الله ها هنا عجب؟ قال سمعت بانك تمر، انا ثلاثة ايام قررت ان اسلم، اتي الى اليك يا رسول الله واسلم على يديك، ثلاثة ايام، فالشيطان ما دام هو مقرر بعد لم يجد اليه سبيلا. وشنو؟ تشهد بالشهادتين وعلمه رسول الله بعض الاحكام الفروع الدينيه وخرج. بعد يمكن فتره، هسه فتره ساعه اقل من ساعه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله خل فلنذهب إلى هذا الرجل فقد مات أتوا إليه وإذا هو كان على بعير جالس البعير كذا ألقاه فشج رأسه وتوفي في مكانه فدفنه رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يشتد العرق برسول الله قيل له لماذا تعرق يا رسول الله؟ قال من زحمة الملائكة قيل له يا رسول الله هذا صحيح آمن ولكنه لم يعمل اي عمل ما لحق لا يصلي لا يصوم لا يامر بالمعروف ينهى عن المنكر يتصدق قال رسول الله صلى الله عليه واله هذا هو امن وله درجه عاليه في الجنه لانه كان مقرر ان يعمل ما لحق هنا هذه القضايا تدل على ان الحسن هو الحسن الفاعلي صار مؤمن خليه يتوكل على الله ولكن الآيات تقول لا آيات اخرى كما تلوت سوره العصر في ابتداء البحث والعصر ان الانسان اللي في خسر ان الانسان الكل على على الجنس هذا يدل يعني طبيعه الانسان انه في خسر في ضلال في سقوط ولكن يستثنى من الا الذين امنوا الحسن الفاعلي وعملوا الصالحات اذا ذاك الايه التي تقول للذين احسنوا الحسنى هذه الايه تفسر مو الحسنى بدون العمل بدون النيه الصحيحه بدون القصد الصحيح بدون الايمان صحيح الله يجزيه في الدنيا الا الذين ولكنه يكون في خسر مكتشف الكهرباء في خسر لانه لم يؤمن ان لم يكن قاصرا وأن لا يمتحن في يوم القيامة ولكنه له الثواب الدنيوي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بعد ذلك ويتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر خاصان بعد العام آمنوا وعملوا الصالحات بعدين إشارة إلى أمرين مهمين تواصوا بالحق مو بس هو يكون على الحق يوصل آخرين أيضا تواصي من الطرفين وتواصوا بالصابر في الآية الأخرى الله عز وجل يقول من عمل صالحا الجمع بين الحسن الفاعل والحسن الفعلي لا أصالة العين فقط الفعل ولا أصالة الفاعل فقط جمعهما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن العمل الصالح ما ينفع بدون الإيمان وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله عز وجل ترون في هذه الآيات يشير اللي يكون مؤمن ويعمل صالح حياته طيبة يعني في الدنيا وفي الآخرة لا صبغة الله في آيات متعددة من يهاجر في سبيل الله الهجرة عمل ولكن النية من ذا الذي يقرض الله تريد تعطي المال هذا خلي يكون بنية الله عز وجل الآيات كلها تشير إلى اقتران هذين الأمرين إذا اقترن العمل الصالح بالإيمان هذا الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الدنيا للمؤمنين أيضا مو واحد يقول اللي يصير حسن يحسن إيمانه هذا إلى الآخرة للدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد هنا ينصر وهناك ينصر طبعا المشاكل والفتن والامتحانات ما اكثرها هذا طبيعه مو اي واحد يدعي انه مؤمن بالفعل مؤمن لا قد ينحرف الانسان لذلك عليه ان يلتجا بالمعصومين سلام الله عليه يتوسل بهم يتوكل على الله عز وجل يكون من دعائه دائما حسن العاقبه والثبات على العقيده ما اكثر الذين انحرفوا حقيقه ما اكثرهم والدعاء للذريه ايضا ان تكون هذه الذريه ذريته الى يوم القيامه في ولاء امير المؤمنين، وان احد العلماء في الهند قبل 300 سنه كان، هذا دائما كان يدعو لذريته. ربنا اني اسكنت من ذريتي النبي ابراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع. كان يهتم النبي ابراهيم شوفوا في ادعيته كثير اكو دعاء للذريه. هذا أحد العلماء في الهند قبل 300 سنة كان يدعو لذريته دائماً أن يكونوا علماء مدافعين عن ولاية أمير المؤمنين إلى الآن بعد 300 سنة كل نسل الذكور من العلماء ومن مدافعي ولاية أمير المؤمنين نشوفه تارة الدعاء التقى السيد الأخس مرتضى قبل كذا سنة في عرفة بأحد أبنائه قال حقيقةً كان هذا العالم الهندي جداً خاشع في العبادة متواضع على أخلاق حسنة من دعاء ذاك الجد اللي يمكن جده قبل عشرين عقب خمسة عشر عقب تقريبا إذا المهم أن يقترن هذان الأمران الإيمان والعمل الصالح وهذا لا يكون إلا بتفضل من الله تفضل الله يعني ان يطلب الانسان في هذه السفرات التي تاتون الى زياره الامام الرضا عليه افضل الصلاه وازكى السلام الى زياره السيده فاطمه المعصومه سلام الله عليها، يطلب الانسان منهم ان يكون على طريقتهم، عليهم افضل الصلاه وازكى السلام. اسال الله ان يوفقنا جميعا لذلك وان يتقبل اعمالكم وترجعون الى بلادكم بحوائج مقضيه، ذنوب مغفوره. يد مليئة بالخير ببركة الصلاة على محمد وآل محمد